عليكم بنات. هذا تتمه الفيديو الاولاني ديال الحشوه ديال الكرومب. اللي ما شافش الفيديو يرجع له غيلقى الرابط ديال الفيديو ديال الطريقه ديال كيفاش تصاوبي الحشوه ديال الكرومب، محشي الكرومب. وهذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندير فيه كيفاش نقطع الكرومب بطريقه سهله وكيفاش غادي نسلقو ان شاء الله، غنوري لكم. والمرحله الثالثه، هذه المرحله الثانيه، المرحله الثالثه ديال انني كيفاش غادي نصاوبو ونحشيه يعني بهذيك الحشوه، غيكون فيديو واحد اخر ان شاء الله، الفيديو الماجي ان شاء الله، يعني باش ما نطولش عليكم الفيديوهات يكون طويل. وهذه المهم على بركه الله نبداو كيفاش غادي نقطعو. هذه هي الكرومبه كتكون بحال هكايا، كنحيدو له هذا الراس تيكون طالع اذا كان طالع، لكن اغلبيه في المغرب ما تيكونش كرومب كبير، يعني كيكون غير صغير. المهم كنحيدو له هذا، نحاولوا وانا هاد الاثناء اصلا دايره الماء كيسخن، وهاد الورق هادو كنحيدو من الاولانيين كيكونوا طالعين ناشفين، ولكن كما كرميهمش هادو هما اللي كنفرشوهم في هما الاولانيين، كنحطوهم على هذيك الجميله ولا هذيك الصينيه اللي غادي تديري فيها ترتبي فيها، يعني بحال هكا مثلا هذه اللي غادي ندير فيها الكرومب، داك الورق ديال الكرومب. كنجيبو هاد الورق اللي حيدنا كيكون فوق كنفرشوه، هادي كنقطعوها. المهم هادشي خاصو يتغسل، انا كنوريكم دابا خاصو يتغسل. هادو اللي انايا هادو اللي كنفرش ما كنسلقهمش، يعني كنخليهم فحال هكايا باش ما يسق ليناش هذاك الكرومب اللي غنحطو هنايا، ما لحتاتي ديريكتومون يتسق بالزربه، يطيب بالزربه ويلصق ويتحرق. دونك هادو كنسبقوهم، اللي ما عندوش انا كندير هادو تنحيدهم بلا ما نرميهم، والاغلبيه هنا كيديروا بحال هكاك. وكاين اللي كيدير كيفرش قطع داك الترونش ديال البصله ديال، انا كندير هاد الكرومب هذا، والاغلبيه حتى هنا كيديروا هاد الكرومب هذا كيفرشوا بحال الطريقه. ولكن كاين اللي كيسلقوا، انا ما كنسلقوش، كنخليه باش منو الا سقته بالزربه حتى هو غيطيب، ممكن يشد ليا يتحرق لتحت ولا هذا، كنخليه بحال هكا صافي تنفرشو. ملي كنكون كنقاد هذيك الحشوه ديال الكرومب كنستفهم هنايا. المهم هاد الطريقه هذه المرحله هذه حتى نسالي من هاد التقطاع، نوريكم كيفاش يتقطع. وملي نكون كنصاوبهم ان شاء الله غتشوفوني فرشتو، وغادي نكون مفرشاه وغنكون كنقاد فيه ان شاء الله باذن الله. المهم رجعوا لموضوعنا ديال كيفاش نقطعوا الكرومب. المهم كنديروا ليه بحال هكايا باش يجينا ساهل. هادي حتى هي قرب وخطاب هكايا موبايل، نقسموها على نص على نص من هنايا، وهذا النص هذا نحاول وهاد النص هذا تا هويا تنقسمو على نص. كتخرج لنا بحال هكايا هادي، هادي بإمكانك هادي تحطيها كيف ما هي تسلق، وهاد الأخرين هادو هادي كنقسمها على جوج، لان عندي هاد الكرومبه هادي عندي صغيره، الا كانت كبيره كتقسميها كديري على ثلاثه.
هذاك العظم التحتاني ها هو صافي تحيد، تيكون شويه شاد ماسك يعني كيكون شاد شويه ماسك، شوفوا باقي شاد اهي صافي. بطاطا ها هي تلقاي الوريقات ها هما هي موجودين موجودين باش انك تقاديهم. دابا هذه انا غادي ندخل غادي نحطها في الماء كيغلي وغنوريكم الطريقه كيفاش غادي نسلقو. نكمل غير القطع ديال هذه، نحيدها عليا ها هي، يعني خرجوا ليا هما هادو. هذه حتى هي غنقطعها هذه بالنسبه لهذه جاتني كبيره غنقطع على نص على جوج على نص هاي هذا هاتي هذه نحيد هاد الوريقات حيت مقطعين اصلا، غنقطع حتى هي على جوج هما. هنا غادي تسلقو غتكون طويله اكيد ملي تبغي يعني مثلا هادي ناخد وحده منها، كاين اللي كيديرها بحال هكايا على هاد القياس تجي شويه كبيره، كاين اللي كيقطع كيبغي صغير حجم صغير كيقطع على نص يدير غير هادي وهادي، يعني هادو يخرجوا منهم جوج ديال محشي جوج ديال الصوابع الصوابع يعني اصبع يعني ولا صوابع محشي غيكونوا جوج من هاد الصوابع. ندوزو دابا كيفاش غادي نسلقو، راه هو الماء غلا عندي غندوزو كيفاش نوريكم السلق. هنا البنات حطيت وحده كيف ما هي كنحطها في الماء كيكون سمحوا لي هاد البرمه كدير سطا عرفتش. المهم كتحطيها الماء كيكون مغلي دايره فيه ليمونه يعني حامضه مقسومة على جوج صافي كتحطيها في الماء كتسلقيه يعني ما كتكثريش عليه في السلق ميم با دقيقه يعني على الاكثر على الاكثر جوج دقائق لانه مازال غادي باش ما يتقطعش ليك ملي تبغي تلفي هذاك الصابع الصبع هذاك الصبيع ما عرفتش نقولها الصبيع ديال هذا ديال المحشي غادي يتقطع منك. المهم نبقاو تندورو هكايا الجهة الأخرى وهي ملي كتحطيها كلها ملي كتدخل هنا هاد الليمونة هادي هاد الحامضة هادي غنقصها صافي نحيدها جايبة أنا هاد المصفى هادي باش نحط فيها الليمونة ملي كتحطيها وحده هي بوحده ملي كتسلق صافي كتفرق بحال هادي. دابا انا غنحيدها انا حيدت هادي نوريكم وحده اخرى عاوتاني باش نقرب الكاميرا هانتوما البنات هذه مجموعه ها هي مجموعه غادي نحطها هنايا. واحد الحاجه انا بحال هذه
هاد اللعيبه هادي اللي فيها هاد العرق غليظ انا كنحيدو. سمحوا لي انا كنحيدو، كنبغي نديرو في الكسكس المغربي. يعني هادي ليوهاش في الماء، كتسلق اكثر من جوج دقائق وكنحيدوها. نتمنى هاد الطريقه تعجبكم وتجربوها. اصلا الكروم ديال المغرب كبير، كيكون صغير زوين، يعني سهل، ما غاديش تحتاجي زعما هكا ياتي. ونتمنى هاد الطريقه هذه تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها. ولا عجبكم الفيديو كيف ما كنقول، الا عجبكم الفيديو علاش لا تبارطاجيو مع صحاباتكم باش حتىهم يتعرفوا على الاكلات المصريه. نبقى على هاد الطريقه هذه، تنسالي هاد الورق كله. الفيديو الماجي غادي ندير لكم الطريقه كيفاش نلف الصبع ديال الكرومب.